السلام عليكم متابعينا الكرام. في الفيديو ده هنتكلم عن كيفية إيقاف التشغيل التلقائي لفيديوهات الفيسبوك زي ما احنا شايفين. لكن قبل ما نبدأ الفيديو، ياريت فضلا وليس أمرا لو كنت جديد معنا في القناة تضغط على زر الاشتراك وتفعل زر التنبيهات، لأن بنزل فيديوهات كتير إن شاء الله ستنال إعجابكم. ولو أنت مشترك معنا بالفعل ما تنساش دعمنا بأنك تضغط لايك للفيديو. مشكلة التشغيل التلقائي للفيديوهات في الفيسبوك بتستهلك باقة الانترنت وكمان بتسبب إزعاج لبعض المستخدمين. وعلشان نلغي خاصية التشغيل التلقائي لفيديوهات الفيسبوك، بنروح على الثلاث خطوط اللي موجودين تحت في الأسفل على اليسار. عند بعض الناس هيكونوا موجودين فوق. الثلاث خطوط بنضغط عليهم، بيفتح معانا الصفحة دي، بنختار منها الإعدادات والخصوصية، وبعدين بنختار الإعدادات، ثم بعد كده بننزل تحت عند خيار الوسائط وجهات الاتصال. خيار الوسائط وجهات الاتصال، عندنا أول خيار في خيار الوسائط وجهات الاتصال خيار مقاطع الفيديو والصور، بنضغط عليه. وبعدين عندك هنا خيار تشغيل تلقائي على بيانات اتصال الهاتف المحمول، بتضغط عليها، اللي هو التشغيل التلقائي أو الأوتو بلاي، بتضغط عليه. وبعد ما ضغطنا على خيار تشغيل التلقائي أو الأوتو بلاي، بيفتح معنا الصفحة اللي احنا شايفينها قدامنا دي. عندك هنا يبدأ تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيا مع التمرير، يعني لما انت بتعمل سكرول او تمرير للمنشورات وبيقابلك اي مقطع فيديو بيشتغل تلقائيا. عندي هنا انا خيار على بيانات اتصال الهاتف المحمول وشبكة الواي فاي، بيتم تشغيل الفيديو تلقائيا. وعندك هنا الخيار الثاني على الواي فاي فقط، احنا هنا هنفعل الخيار الثالث وهو عدم تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيا مطلقا. وبعدين هنرجع تاني ونشوف هل مقاطع الفيديو تم الغاء التشغيل التلقائي ولا لا. فهنرجع تاني لنفس الصفحة زي ما احنا شايفين، ولما يقابلنا اي مقطع فيديو هنجد ان المقطع لا يعمل تلقائيا زي ما احنا شايفين كده، الا اذا انت ضغطت على المقطع وحاولت تشغيله، وبالتالي الغينا خاصية التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو. وفي النهاية لو استفدت من الفيديو ما تنساش من الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، لان بنزل فيديوهات كتير ان شاء الله ستنال اعجابكم. ولو انت مشترك معنا بالفعل ما تنساش دعمنا بانك تضغط لايك للفيديو، وشكرا جزيلا على المتابعة.